داخليا وخارجيا حكومة الوفاق وفايز السراد فقدوا شرعيتهم. ما الخطوات المستقبلية أو ما الذي يمكن أن يقوم به السراد في الفترة القادمة؟ لا لم يعد ما يفعله، يعني لديه خطوة واحدة إذا فعلها، إذا ذهب إلى بنغازي فقط ونزل بطائرته واعتذر أولا للشعب الليبي عما فعله في السنوات الماضية، يمكن حينها الحديث عن قبول. ولكن حتى الآن وحتى هذه الساعة فايز السراد أصبح ساقطا، حكومته فاشلة وساقطة، أصبح اتفاق السراد الآن من العدم، لا يمكن الآن التعويل عليه. والآن نحن نتحدث ما بعد العملية العسكرية، يعني العملية العسكرية تسير بخطى ثابتة. ليلة البارحة كانت هناك ضربات للجماعات الإرهابية في محيط طرابلس ومقراتهم في طرابلس، والآن نحن نتحدث على عملية سياسية ما بعد فايز السراج. فايز السراج انتهينا منه الآن، نحن نتحدث عن حكومة وحدة وطنية تشمل القوى الوطنية الفاعلة، لا توجد فيها جماعة الإخوان المسلمين، لا توجد فيها الجماعة الليبية المقاتلة. نحن نتحدث عن أيضا عملية إجراء انتخابات ما بعد انتهاء العملية العسكرية، وأن يكون هناك حقيقة تداول سلمي للسلطة بشكل جيد، الحفاظ على مكون الدولة. وبالتالي الآن لم يعد أمام القوى الوطنية أو حتى الجيش الوطني الآن النظر إلى هذه الحكومة الساقطة.